أعلنت اللجان العامة بمحافظة الجمهورية نتائج محاضر فرز اللجان الفرعية بالانتخابات الرئاسية 2024. يأتي هذا وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث حددت يوم الرابع عشر من ديسمبر لتلقي الهيئة للطعون في قرارات اللجان العامة ويومي الخامس عشر والسادس عشر من ديسمبر للبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج، على أن تعلن النتيجة العامة في الثامن 10 من ديسمبر وتنشر بالجريدة الرسمية ملحمة شعبية وطنية سطرها الشعب المصري على مدار ثلاثة أيام كان عنوانها الوعي وبرهانها الإقبال الكبير على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية واختيار من يمثلهم في رسم ملامح مستقبل البلاد خلال المرحلة المهمة القادمة مشاهد لا تخطئها عين تجلت مع اصطفاف المصريين بالداخل ومن قبلهم أقرانهم في الخارج أمام لجان الاقتراع اصطفاف يبعد تبعث رسالة للعالم بأسره مفادها أن المصريين ما زالوا يدا واحدة مع وطنهم ومؤسساتهم لا يفرقهم خلاف ولا تضعف عزيمتهم أزمات أو تحديات قصة كتبها المصريون بكل فئاتهم في حب الوطن تجلت مع حرص الشباب والسيدات وكبار السن وأصحاب الهمم وكافة شرائح المجتمع على أداء واجبهم الوطني منذ اللحظات الأولى لعمل اللجان الانتخابية وحتى آخر دقيقة في عملية الإدلاء بالأصوات ووفقا للهيئة العامة للاستعلامات فإن الإعلام الدولي المتابع للانتخابات بمصر أجمع على أنها أجريت في مناخ من الحرية والنزاهة ولم يتم رصد أي مخالفات انتخابية سواء من جانب جهات الدولة أو من أنصار المرشحين أو محاولات تأثير على اتجاهات التصويت كما أكدت هيئة الاستعلامات أن مراقب المنظمات الدولية والإفريقية لم يرصدوا مخالفة واحدة تتعلق بالاجراءات الانتخابيه، وفي هذا الاطار لا نغفل دور الهيئه الوطنيه للانتخابات، والتي قدمت كل صور الدعم اللوجستي لصالح الناخبين بشكل عام ولاصحاب الهمم بشكل خاص، فلاول مره في تاريخ الانتخابات الرئاسيه تمنح طريقه برايل المكفوفين حقهم في اداء واجبهم الدستوري، الى جانب توفير الهيئه لجان خاصه لذوي الاحتياجات الخاصه، مما ساهم في الاقبال على التصويت اضافه اضافه لدور الاعلام التوعوي ومع انتظار اعلان النتيجه النهائيه للانتخابات يسدل الستار على استحقاق الانتخابات الرئاسيه لتستعد مصر قياده وحكومه وشعبا لتدشين مرحله جديده من العمل الوطني